السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين في سنته الثانية 38,439,000، وهو رسالة في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإنجار ما لم يأمر بمعصية للعلامة عبد الله بن جاسر. وقبل الشروع في قراءته نكمل الباقية من درس العصر في الكتاب الأول ثم ننتقل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. فصل في ذكر كرامات الأولياء: وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقه للأدلة، ومن دفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يشق أهل الزلل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنهم حسبوا أيام عمره وحسبوا مصنفاته ووزعوها على أيام عمره، فصار حصة كل يوم 9 كراريس. وشيخ الإسلام قبل أن قيل إنه يكتب أن يصنف كل ليلة 40 ورقة، هذا مع ما هو عليه من الأوراد وقيام الليل ونومه. هذا الذي ذكره المصنف يجري في نوع الكرامات المتعلق بالعلوم والمكاشفات، فإن الكرامات ترجع إلى نوعين: أحدهما نوع في العلوم والمكاشفات، ومنه المذكور في كثرة الكتابة أو القراءة أو غيرها، والآخر نوع يتعلق بالقدرة والتأثيرات. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة إدخالها في باب العقائد في نظر، لأن فيها خلافا بين علماء السنة، وليس فيها نص عن المعصوم يجب المصير إليه. هذا الذي ذكره من عدم إدخالها في باب العقائد أي من جهة ما يطلب من جمهور الناس وعمومهم لا خواصهم وآحادهم، فهي متعلقة بالخبر والاعتقاد لكونها من المسائل التي ترجع إلى الإيمان بالملائكة، فمن فروعه ذكر هذه المسألة، لكن لا يتعلق القول بها في جمهور الناس وآحادهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه، والصرف في منهاج. قال الشارح رحمه الله: الأموال 3 أنواع: خاصة وعامة ومتوسطة. فالخاصة الغنيمة وهي خاصة للغانمين، والعامة الفيء فهو لجميع المسلمين، والمتوسطة الزكاة فهي للأصناف الثمانية. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الأموال، والمراد بها الأموال السلطانية، أي التي يقوم السلطان عليها فيتولى جمعها وقسمتها. فذكر أن الأموال السلطانية 3 أنواع: أولها نوع خاص وهو الغنيمة، فهي خاصة للغانمين،
وهو ما كسب من مال في الجهاد، وثانيها المال الأموال العامة وهي الفيء، وهو لجميع المسلمين، وهو ما أخذ في القتال أخذ من الكفار بلا قتال، وهو ما أخذ من الكفار بلا قتال. فالفرق بين الغنيمة أنها مقرونة بالقتال، وأما الفي فلا قتال معه. وأما النوع الثالث وهو المتوسطة، وهي الزكاة التي تؤخذ من الأموال المقدرة شرعا في الأصناف الثمانية المذكورة في آية أهلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. قال: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم بأن الأمر والنهي معا، فرضا كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمنا. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر، واحذر من النقصان، ومن نهى عما له قد ارتكب، فقد أتى مما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها، لكان قد أفادها. الخاتمة: نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في ذكر أدلة وما يتعلق بها. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم، وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة، وكل معلوم بحس واحجا فنكره جهل قبيح في الهجا، فإن يقم بنا نفسه فجوهر أولى فذاك عارض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين، ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع الزكني. والضد والخلاف والنقيض، والمثل والغيران مستفيض، وكل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. لا أعتني بغير قول السلف، موافقا أئمتي وسلفي، ولست في قولي بذا مقلدا، إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، صلى عليه الله ما قطر نزل، وما تعالى ذكره من الأزل، ومن جلى بهديه الديجور، وراقت الأوقات والدهور، وآله وصحبه أهل الوفا، معادن التقوى وينبع الصفا، وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام، أئمة الدين هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة، لسيما أحمد والنعمان، ومالك محمد الصنوان، من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل، ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من آل الخلف، خذها هديت واقتفي نظامي، تفز بما أملت والسلام. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الأول، وأجزت لكم رواية النظم بقراءة له على جماعة بأسانيدهم إلى الناظم، ورواية التقريرات بإجازة من معلقها الشيخ ابن عقيل رحمه الله. ننتقل إلى الكتاب الثاني، وقبل الشروع في إقرائه فلا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر التميمي، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر التميمي، يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بابن جاسر نسبة إلى جده الأدنى الذي اسمه جاسر، أو جد له أعلى اسمه جاسر، فاسم جاسر متكرر في عمود نسبه. والمقصد الثاني: تاريخ مولده، ولد رحمه الله في المحرم الحرام
سنة 1313، والمقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في العاشر من شهر صفر في السنة الأولى من هذا القرن، أي في سنة 1400، وله من العمر 89 وشهر تقريبا، فرحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب رسالة في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإنجار ما لم يأمر بمعصية، فهو الاسم الذي طبع به الكتاب عن نسخته الخطية التي هي بخط مصنفه. والمقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب تحقيق وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، أي من ولي الحكم والسلطنة فيهم، وإن اقترن به وصفان مستقبحان، أحدهما الظلم والآخر الأمر بالمعصية، فهو إن ظلم بقيت أصل طاعته، وإن أمر بمعصية بقيت طاعته العامة ولم يطع في هذه المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم لما ذكر هذا: فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأراد المصنف الرد على طائفتين، الطائفة الأولى التي تخص وجوب السمع والطاعة بالصالحين، فهو خلاف مدلول الشرع من أنه يطاع له ويسمع وإن كان ظالما، والآخر الرد على من أوجب السمع والطاعة مطلقا، فإن السمع والطاعة في الشرع مخصوصان بالطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية لم يطع فيها. وهذا الأصل عند أهل السنة متعلقه ولي الأمر المسلم لا ولي الأمر الكافر، فالكافر لا تكون طاعته لذاته وإنما باعتبار المصالح والمفاسد، وعدم التفريق بينهما أوقع الخلط في المسألة، فجعل من الناس من يقرر السمع والطاعة لمن كفر باعتبار كونه ولي أمر، وهذا غلط، فإن السمع والطاعة حينئذ إنما تكون تبعاً للمصالح والمفاسد لا باعتبار كونها أصلاً مضطرداً كما يكون لولي الأمر المسلم. والمقصد الثالث توضيح منهجه، جعل المصنف هذا الكتاب مقسوماً 3 أقسام، فالقسم الأول المقدمة، والقسم الثاني فصل في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن جار ما لم يأمر بمعصية، والثالث فصل في أمر الجهاد، وأن الأخذ به والدخول فيه معلق بولي الأمر فله الإذن والمنع. وبنى المصنف هذه الأقسام 3 على نصب الأدلة والنقل عن الأجلة، فالكتاب مع وجازته مملوء بدلائل القرآن والسنة، وهي مقرونة بالنقل عن الأجلة كابن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفضل بن حجر وعلماء الدعوة الإصلاحية في نجد وغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله في رسالة له في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإن جار ما لم يأمر بمعصية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويسر لهم من معالم الدين ومواهب اليقين ما فضلهم به واصطفاهم على العالمين، وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق ما امتازوا به على من قبلهم من سائر الأمم الماضين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إلى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج في الكلام على هذه الآيات: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. وكل هذه منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم انتهى. وقد كان شعار أهل الجاهلية ودينهم الفرقة، ويرون السماء والطاعة التي هي سبب الائتلاف مهلة ورذالة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن شعارهم أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وبعضهم يجعله ديلة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة لهم، وغلظ في ذلك وأبدا. ونذكرها هنا فصلين: الفصل الأول في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والنصح لهم وترك الخروج عليهم ولو عصوا معصية لا تجب الكفر والخروج من الإسلام، والفصل الثاني في أمر الجهاد: وهل لأحد من الرعية الافتيات بجهاد أو غيره بغير إذن ولي الأمر أم لا؟ فنقول: وبالله التوفيق. هذا هو القسم الأول من الكتاب المشتمل على مقدمته، إذ لما فرغ المصنف من ديباجتها وطأ ممهداً لما قصده بذكر آيات جوامع أتبعها بحديث جامع آخر، فذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ذكر ما جاء عن بعض المفسرين وأقدمهم ما يروى عن ابن عباس وغيره عند اللالكائي: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وهذا بعض أفراد ما يندرج فيما يحصل به الاسوداد والبيضاض، وأحسن الأقوال في ذلك أجمعها، وهو أنه تسود وجوه أهل الإيمان، أنه تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر، وهو منقول عن أبي بن كعب بإسناد حسن، واختاره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. والمذكور هنا من أفراده، فإن السنة والائتلاف من شعار أهل الإسلام، وإن البدعة والاختلاف من شعار أهل الكفر. ثم ذكر كلاما لابن تيمية الحفيد في بيان معنى ما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، هل هو دينه أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ما ذكر من تلك المعاني التي يصدق بعضها بعضاً، فكلها أفراد من أصل عام. وهذا يقع في تفاسير السلف أنهم يخبرون عن الشيء ببعض أفراده، فيذكر هذا شيئاً ويذكر ذاك شيئاً آخر، فيذكر هذا مثلاً أن المأمور بالاعتصام به هو القرآن، ويذكر هذا أن المأمور بالاعتصام به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر ثالث أن المأمور بالاعتصام به هو الدين،
وهذه الثلاثة وغيرها متلازمة، فإن من اعتصم بالقرآن اعتصم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتصم بالقرآن أو برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصم بدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثاً، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. ثم أتبعها ببيان أن طاعة ولي الأمر والسمع له من شعار أهل الإسلام الذي خالفوا به أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من السمع والطاعة لأمرائهم ويتفرقون عنها. ذكر هذا إمام الدعوة في صدر كتابه مسائل الجاهلية في المسألة الثانية والثالثة. ثم ذكر المصنف أنه يرشد إلى إقامة هذا الأصل ببيان فصلين جامعين لمقاصد ما ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فنقول وبالله التوفيق: الفصل الأول في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما الأحاديث فالأول عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجنت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأن موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: فهاتان الكلمتان يجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه إلى أجله الفاجر فيه إلى أجله. وقال الحسن: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. انتهى. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم، ووقع عند مسلم: فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان إلى آخره. وفي الرواية الثانية: من فارق الجماعة. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قاله الحافظ في الفتح. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث الرابع عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج عن السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجة هذا الخبر وغيره مما يساعد. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته بذلك، بل تجب مجاهدة لمن قدر عليها. انتهى. الحديث الخامس عن جنادة بن أبي أمية أنه قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرينا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. قوله: أثرة علينا، المراد
المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا يتوقف على إيصال حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. قاله الحافظ رحمه الله. وقولوا إلا أن ترى كفرا بواحا، قال الخطابي يعني ظاهرا باديا، من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا ذاعه وأظهره. قولوا عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. الحديث السادس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. فليتأمل من أراد نجاة نفسه هذا الشرط الذي لا يوجد الإسلام إلا به. الحديث السابع، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. رواه مسلم. الحديث الثامن، عن عرفجة الأشجعي مرفوعا: عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. الحديث التاسع، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يردف بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضرب عنق الآخر. الحديث العاشر، معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فمن ابتغى وجه الله وطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعا وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي. الحديث الحادي عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث الثاني عشر، عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبين النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. وقد قيل إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى. وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم. الحديث الثالث عشر، عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه البخاري. قال الحافظ: وكأن الحكمة في تخصيص أميري بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووقع في رواية همام أيضا: ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، بصيغة المضارعة، وهو داخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك. وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم والمحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. قاله ابن حجر. الحديث الرابع عشر، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وخرجه الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. فالنصيحة لله
وتعالى، صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية بعبادته، والنصيحة لكتاب الإيمان بما فيه والعمل بما فيه، والنصيحة لرسول التصديق في نبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعة في طاعة الله عز وجل ومعاونة على الحق، وطاعتهم وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. والنصيحة لعامة المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنيا كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب ما يصلحهم وإلفتهم، ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنهم. قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. الحديث 15 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. الحديث 16 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بأهد غير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفهم فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا قال: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. قلت: وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: فيه دخل، وهو الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب. قوله: وأنت على ذلك، أي العض هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلطانهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. قوله: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، فيه إشارة إلى أنهم من العرب. قال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحو انتهى من الفتح. قال ابن بطال: وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجو، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة لأبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال أبو جعفر بن جرير الطبري: اختلف بهذا الأمر في الجماعة، فقال قوم: يلي الوجوب، والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه وصى من سأله لما قتل عثمان: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، فإن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم جماعة الذين في طاعة من اجتمع على تأميره، فمن نكث بيعته وخرج عن الجماعة. قال في الحديث أنه متى قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، انتهى. قال الحافظ ابن حجر: ويأخذ من ذلك الحديث ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه، وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قال من رفيع أو وضيع، انتهى. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من الله الله أمركم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. قال صديق بن حسن: وأما عزل الإمام بالغش فلا ريب أن الإمام مع
فلا ريب أن الإمام عبد من عباد الله، طاعته كطاعتهم ومعصيته كمعصيتهم، والتوبة تمحو الحوبة، والله يحب التوابين. فإذا وجدت منه معصية توجب الفسق أو لا توجبه وجبت عليه التوبة عنها، وأما أنها تؤثر في بطلان ولايته فلا، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. ويعضد ما ذكرناه ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجوب طاعة الأئمة ما أقاموا الصلاة، ويعتضد ما ذكرناه ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتواترة المقتضية لوجوب طاعة الأئمة ما أقاموا الصلاة، وتحريم نزع أيدي الرعية من الطاعة ما لم يروا كفرا بواحا. وليس معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم، وليس معنى الإمامة والسلطنة إلا وجوب طاعتهم وتحريم معصيتهم، فمهما كان ذلك ثابتا فهي ثابتة لم تبطل، والله أعلم. انتهى. الحديث 18 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميته جاهليه، ومن قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه او ينصر عصبه فقتل فقتنه جاهليه، ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ليدي عهد عهده فليس مني ولست من. الحديث 19 في حديث الحارث الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من خرج من الجماعة قيد شبن فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: وهذه الخمس المذكورة من حديث ألحق بعض من الأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناء ولا يستقر إلا بها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلحوا من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفنا لولي الأمر أو لدعونا بها للسلطان. إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القنوبات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال بها. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم المنازعة والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ودخول في طريقة البدع والشناعة، وأن حسن قصد فاعل ذلك وإن حسن قصد فاعل ذلك. وأما ما قد يقع من بعض ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، فإن من شن عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، فقد غلط غلطا فاحشا وجهل جهلا ظاهرا لا يعلم صاحب ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكار من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم وأكبر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغض ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقام الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهم فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال في شرح منظومة الآداب:
التنبيه الثالث: لا ينبغي لأحد الانكران سلطاني إلا وعظا وتخويفا له وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. قال القاضي أبو يعلى: ويحرم بغير ذلك. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارة ولا سلطان فناظرا في ذلك. وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، يعني نزعهم أيديهم من طاعته، هذا خلاف الآثار. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يأمر بالكف عن الأمراء وينكر خروج إنكارا شديدا. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف أن يجب الكف، لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فلا تنزع يدا من طاعتهم مدة دوامهم يصلون. قال الإمام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرق فتنة يتعدى شره إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر، حمل السلطان بالانبساط عليه، أي حمله السلطان على أن يبسط يده في التعدي عليه، أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته وتمامه فيه. قال السفارين في شرح العقيدة: ولا غنى لملة الإسلام عن إقامة إمام، فهو فرض كفاية، إذ فيه جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى، وكل ما كان كذلك فهو واجب، فإن جلب المنافع ودفع المضار مترتبة على الإمام تكاد تلحق بالضرورات بل بالمشاهدات، بشهادة ما نراه من الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام، وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد. إلى أن قال: فإن عقدت لأكثر من واحد فهي للأول، فإن فسق الإمام بعد العدالة المقارنة للعقد لم ينعزل على الأصح الأشهر، ولا تشترط عصمة في حال من الأحوال خلافا للرافضة. وقال في الكلام على فرق أهل الضلال الثالثة الأزارقة: أتباعنا في ابن عبد الله الأزرق الخارجي، ومن آرائهم أن من لم يقل برأيهم أنه كافر وتستحل دمه، ويكفرون القاعدة عن القتال، ويتبرؤون ممن قعد عنهم، أو أن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وكان مخلدا في النار. الفرقة الرابعة النجدية: أتباع نجدة بن عامر الحنفي قالوا: لا حاجة إلى الإمام ويجوز نصبه، ووافقوا الأزارقة في التكفير. إلى أن قال قبله: ولما قيل لعلي رضي الله عنه بعد قتال الخوارج: الحمد لله الذي أراح منهم العباد، قال: كلا والذي نفسي بيده، إن منهم لفي أصلاب الرجال، وإن منهم لمن يكون مع الدجال. انتهى كلام السفارين. إذا تقرر ذلك فليعلم أن إمام المسلمين تجب طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات أن يتراضى في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا النظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو الأصلح للإسلام والمسلمين، ومشاورة أهل الدين والرأي والنصح من المسلمين. ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة عليهم والرفق بهم والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام والذب عنها وإقامة العدل بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة لمستحقها. فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازع الأمر من أجل ذلك، كما ثبتت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم يا الله في برهان انتهى. وفي البخاري: باب قول النبي صلى الله وسلم: هلاك أمتي على يد أغينمة سفهاء. ثم ساق بسند عمرو بن يحيى أنه قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد أغينمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال ابن بطال:
وفي هذا الحديث أيضا حجة على ما تقدم من ترك القيام على السلطان والأوجار، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أعلم أبا هريرة بأسماء وأسماء أبائهم ولم يأمر بخروج عليهم، مع إخبار أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعة، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. انتهى. وفي البخاري باب لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أمرهم أنس رضي الله عنه بالصبر عليهم ولم يقل اخرجوا عليه، ولا قال انزعوا يدا من طاعتي لعلمي رضي الله عنه بما يؤول إليه ذلك من فساد، والله أعلم. وفي البخاري لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر لكانت الفيصل بيني وبينه. فتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنه وإنكار على المدينة خلع يزيد، وأن فعلهم هذا من أعظم الغدر، ففي وجوب طاعة الإمام الذي عقد له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، مع أن يزيد بن معاوية لا يحب. قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد وهل يحب يزيد يؤمن بالله واليوم الآخر وروي عن الإمام أحمد أنه قيل لو تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل انتهى. وأما ما فعل بأهل المدينة فإنهم لما نكثوا بيعته جهز إليهم جيشا مع مسلمة بن عقبة المري وأمرهم يدعوهم ثلاثة، فإن رجعوا إلا فقاتل فإذا ظهرت فأبي حال العسكر ثلاثة ثم اكفف عنهم، فتوجه إليهم فحاربوه، فلما وقعت الواقعة هزم أهل المدينة، فدخل وباح العسكر ثلاثة، وصار عسكر في المدينة النبوية ثلاثة يقتلون وينهبون يفتضون فروج محرمة. قال شيخ الإسلام في الوصية الكبرى. وفي البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له الحديث. وجاء الوعيد أيضا في الخروج على الإمام. قال في الشرح الكبير لابن عمر وروى عرفشة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات ورفع صوته ألا من خرج على أمتي وهم جميعا فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه وقتاله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وتمامه في الشرح الكبير. فأمر الله بطاعة ولي الأمر ولم يستثني برا من فاجر. هذا هو القسم الثاني من كتاب المصنف، وهو الفصل الأول من فصليه، وترجم له بقوله الفصل الأول في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. والسمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد. ثم يجب لولي الأمر عند البيعة عقد السمع له والطاعة بأن يقبل منه وينقاد له. وهذا الفصل موصوف بالوصفين المذكورين في اسم الكتاب، إذ قال وإن جار ما لم يأمر بمعصية، أي وإن كان ظالماً ما لم يأمر بمعصية فلا يطاع فيها مع بقاء أصل طاعته. وبنى المصنف هذا الفصل على آيات وأحاديث، وأتبعه بكلام لجماعة من الأجلة. فأما الآيات فذكر ثلاث آيات، أولهن صريحة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والآيتان الأخريان تدلان على ذلك، فقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا يعني لمن أمرتم بالسمع والطاعة له، ومن جملة أولئك أولي الأمر كما جاءت في ذلك الآيات والأحاديث. وكذا الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن مما يدخل في جملة الاعتصام بحبله وعدم التفرق السمع والطاعة لولي الأمر. ثم ذكر 19 حديثا نبويا مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من الأحاديث الثابتة، إما صحيحة وهو أكثرها، وإما حسنة وهو حكم بعضها، سوى حديث واحد وهو الحديث السادس في قوله صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع
وطاعة، فهذا لا يعرف في المرفوع، وإنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب عند الدارمية في مسنده، وإسناده منقطع، ومعناه صحيح مجمع عليه أنه لا ينعقد الإسلام ويقوى إلا بجماعة، ولا تنضبط أمورها إلا بسمع وطاعة لمتول يتولى عليها. فالأحاديث المذكورة مقررة هذا الأصل، فقوله في الحديث الأول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فأوصاهم بنفوذ السمع والطاعة لولي الأمر، وإن كان من تأمر يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، فإن العرب تأنف من ولاية من ينقص قدره عن قدرها، فأمروا وإن كان أولئك أحراراً أن يأتمروا بأمر من ولي عليهم، وإن كان في أصله السابق ولايته كان رقيقاً. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئاً فليصبر، فأمر بالصبر، قال: فإنه من خرج عن السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية، أي مات كميتة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يموتون ولا بيعة في أعناقهم، لأنهم لا يرون سمعاً ولا طاعة. وفي الحديث الثالث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يداً من طاعة لقي الله ولا حجة له، أي لا دليل له في منازعة ولي الأمر والخروج عن جماعة المسلمين، قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم ذكر الحديث الرابع وفيه هذا المعنى: من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. ومن مفارقة الجماعة ترك السمع والطاعة لولي الأمر، فمن فعل ذلك فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. والرقة عروة تجعل في عنق الدابة وغيرها لتحفظها، فشبهه بحال من كان في عنقه عروة تحفظه فخلعها، فعند ذلك أشبه حال خلعه الإسلام بتركه السمع والطاعة تهديداً وتخويفاً له من هذه الحال. وفي الحديث الخامس ذكر قول حذيفة: بايعنا على السمع والطاعة، قول عبادة: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. فالعبد مأمور بأن يسمع ويطيع على أي حال كان من نفسه، في منشط أو مكره أو عسر أو يسر، ولا يرتفع ذلك إلا بما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. فتلك الحال مقيدة في الحديث بشروط أربعة: أولها تحقق العلم المذكور في قوله: إلا أن تروا، أي إما بأعيانكم رؤية بصرية وإما بقلوبكم رؤية علمية، لكن شرطها التحقق لا مجرد الظنون والأوهام. وثانيها أن يكون واقعاً في الكفر، وثالثها أن يكون ذلك الكفر بيناً غير خفي كما قال بواحاً، ورابعها أن يكون عندنا من الله فيه برهان، أي حجة ظاهرة بكونه كفراً صريحاً لا يقبل التأويل. فهذه الشروط الأربعة مذكورة في الحديث، واستفيد غيرها من خارجها كشرط القدرة على إزالته، إذ لا بد منه تحصيلاً للمفاسد وتحصيلاً للمصالح ودفعاً للمفاسد. ووقع عند البخاري ومسلم في هذا الحديث زيادة: وأن نأمر بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، أي من تمام بيعة ولي الأمر إعانته بقول الحق، وأن لا يخاف العبد في ذلك شيئاً، وتكون إعانته بالحق وفق الحق، أي بما أمر به شرعاً، فكل مأمور به شرعاً يكون بذله لولي الأمر بالقيام بالحق، كنصحه على الوجه الشرعي ببذل النصيحة له سراً وعدم تأليب الناس عليه ولا شحن نفوسهم ضده، فهذا من جملة ما يدخل في القيام بالحق. ثم ذكر الحديث السادس متقدم الذكر بأنه لا يعرف مرفوعاً، وفيه قوله: ولا جماعة إلا بسمع
وطاعة. قال الشارح: فليتأمل من أراد نجاة نفسه هذا الشرط الذي لا يوجد الإسلام إلا به، أي لا يتحقق انعقاد قوة الإسلام إلا بوجود جماعة فيها السمع والطاعة. ثم ذكر الحديث السابع، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، وإن ضرب جهلك ظهرك وإن أخذ مالك، أي ولو أساء إليك إساءة شديدة تبلغ ضرب الظهر وأخذ المال، فإنه يعصي الله بذلك وأنت تمتثل ما أمر الله به من السمع والطاعة. ثم ذكر الحديث الثامن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، لأنه ينشأ من الإقبال عليه شر بتفريق جماعة المسلمين، فيدفع شره بقتله ويتولى ولي الأمر دفعه بذلك. والحديث التاسع، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ومعنى أعطاه صفقة يده يعني عند بيعته، فأصل البيعة أنها باليد، يبذل ولي الأمر يده بسطا ثم المبايع له يضع يده عليها أخذا، فيكون قد صفق بيده على يده سمعا له وطاعة وانعقادا لذلك بالبيعة. وقوله وثمرة قلبه أي جوف فؤاده من الصدق له ومواطأته على ما أراد من الخير. ثم ذكر الحديث العاشر، وفيه بيان أن الغزو غزوان، ممدوح أحدهما ومذموم الآخر، فذكر مما يمدح به الغزو طاعة الأمير فقال وأطاع الإمام، وذكر مما يذم به الغزو معصيته فقال وعصى الإمام. ثم ذكر حديث ابن عمر على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهو صريح في وجوب السمع والطاعة ما لم يؤمر العبد بمعصية. ومعنى قوله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي له في تلك المعصية لا مطلقا، إذ يبقى أصل طاعته مستصحبا، في حديث عوف بن مالك عند مسلم: فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ثم ذكر الحديث الثاني عشر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر الحديث الثالث عشر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طاعته من طاعة الله، فهو أصل شرعي مشيد على بينات من الكتاب والسنة. ثم ذكر الحديث الرابع عشر، وفيه الأمر بالنصيحة، ومن أفراد المنصوحين أئمة المسلمين وهم المتولون عليهم. ثم بيّن وجوه نصح المذكورين في الحديث، ومن جملة ذلك النصيحة لأئمة المسلمين بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحث الأمة على الاجتماع عليهم إلى غير ذلك من أفراد ما يبذل لهم نصحا. ثم ذكر الحديث الخامس عشر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومناصحة ولاة الأمور، ذاكراً هذه الخصلة في الثلاث الذي لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يجتمع معهن الغل في قلب المسلم، أي لا يجتمع معهن الغل في قلب المسلم، فمن اتصف بهذه الصفات الثلاث سلم من الغل. ووقع في هذا اللفظ: ومناصحة ولاة الأمر، والمحفوظ ومناصحة أولي الأمر، وهو الوارد في القرآن و السنة في غير هذا الحديث. ثم ذكر الحديث السادس عشر، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن أرشد إلى ما ينجي منها فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم ذكر الحديث السادس عشر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فهذا مما رضيه الله لنا. ثم ذكر الحديث الثامن عشر، وفيه التحذير من الخروج عن ولي الأمر وجماعة المسلمين بقوله: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، أي من خرج عن طاعة ولي الأمر وفارق جماعة المسلمين فمات
فميتته جاهلية. ثم ذكر الحديث 19 وفيه مما أمر الله عز وجل السمع والطاعة. ثم ذكر رحمه الله من كلام الأجلة ما يبين جمل المعاني المذكورة في هذه الأحاديث، وأن على العبد السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب وكره، وأن طاعتهم في المعروف فلا يطاع في معصية، وإذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع في تلك المعصية مع بقاء أصل طاعته، وهذا باق له وإن كان موصوفا بالجور والظلم، فلا يرتفع السمع والطاعة له إذا كان ظالماً. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني: هل الجهاد يجوز بغير إذن ولي أمر المسلمين أم لا؟ فالجواب ومنه المعونة، والصواب أن نقول قد تقدم من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم ما يكفي المنصف من أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك ولا في غيره، والنظر في ذلك موكول إليه. وقال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى. إلى أن قال: ولو دخل قوم لا مناة لهم أو لهم مناة أو واحد، ولو عبد ولو عبدا ظاهرا كان الدخول أو خفية، ظاهرا كان الدخول أو خفية أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير، فغنيمتهم في لعصيانهم بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم كقتل الموروث. وقال أيضا: فصل. ويلزم الجيش طاعة الأمير، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويلزم النصح لهم، ولأن نصحه نصح للمسلمين، ولأنه يدفع عنهم، فإذا نصحوا له كثر دفعه. وفي الأثر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، ذكره ابن عبد البر، وقال: كان يقال: لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف. ونقل المروذي: لا يخالف يتشعث أمرهم، ولا يجوز لأحد أن يتعلف وهو تحصين الألف للدواب، ولا يتحطم وتحصين الحطب، ولا يبارز يرجل، ولا يخرج من العسكر إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم. يؤيد قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، انتهى. وقال في المنتهى وشرح: يلزم الجيش للنصح للأمير، والصبر معه والطاعة له في رأيه، وقسمه للغنيمة، وإن خفي عنه صواب عرفوا ونصحوا، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلى أن قال: ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه، لعلمه بكثرة العدو وقلة ومكامنه وكيده. فإن دخل قوم ذو مناعة أولى، أو دخل واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن إمام أو نائبه، فغنيمتهم في، لأنهم مصاة بالافتيات، انتهى. وفيه أيضا باب الهدنة ويعقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة وهي لازمة، والأصل فيها قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقوله: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب 10 سنين، ولدعاء المصلعة إليه إذا كان بالمسلمين نحو ضعف، وتسمى مهادنة وموادعة ومواهدة ومسالمة من السلم، بما أن الصلح لحصول العقد بين الإمام ونائبه والكفار، ومتى زال من عقدها أي الهدنة بموت أو عزل، فلزم الإمام الثاني بما فعله الأول، لزم الإمام الثاني بما فعله الأول، لأنه عقده باجتهاده، فلم يجوز نقضه باجتهاد غيره، كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده. وعلم مما تقدم أنها لا تصح من غير إمام أو نائبه فيه، ولا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق، فمتى رآها أي الإمام مصلحة ولو بمال منا لضرورة كخوف على المسلمين لكن وسرة مدة معلومة جاز وإن طالت المدة. إلى أن قال عن الزهري أنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيينة بن حصن وما أبي سفيان عن يوم الحزان: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة: إن جعلت الشطر فعلت. هذا هو القسم الثالث من الكتاب، وهو الفصل الثاني الذي ترجمه بقوله: هل الجهاد يجوز بغير إذن ولي أمر المسلمين أم لا؟ أي بالنظر إلى عقده وإبرامه وإنفاذه، أو بالنظر إلى إيقافه وحله بهدنة أو غيرها. وسلك المصنف في رد هذا إلى ولي الأمر طريقين: أحدهما طريق الأدلة العامة في السمع والطاعة له فأحال عليها، والآخر طريق النظر بأن ولي الأمر أعرف بحال الناس وحال عدوهم فرد هذا إليه أو لا. وقرن ذلك بالنقل عن جماعة من العلماء من فقهاء المذهب، وكان أولى به أن يذكر الأدلة الخاصة، وأعظمها 3: أولها قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أعظم ذلك أمر الجهاد فيرد إلى ولي الأمر. وثانيها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه،
أن يُصدر عن أمره في القتال. وثالثها ما رواه أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في كلام طويل: وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة بغير إذن إمامه، وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة بغير إذن إمامه، وهو صريح ولا يعرف له مخالف من الصحابة أن الرجل إذا أراد القتال فلا يتقدم فيه ولو شهده إلا بإذن إمامه. وقد ذكر زروق المالك وهو متأخر فقهائهم أنه قل أن يخرج أحد إلى الجهاد بغير إذن إمامه إلا فتن وتعرض للبلاء في دينه ودنياه، وهذه حال مشهودة قديما وحديثا. فينبغي أن يلزم العبد هذا الأصل الكلي في أمر الجهاد، وأنه من وظائف ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى جعل من عبوديتنا له ترتيب وظائف العبودية، فكل أحد أنيط بذمته ما يقوم به، فهذا أمر أنيط بذمة الإمام، فإن وفى به أحسن وشكر، وإن أساء ذم وحسابه على الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، ونكون بحمد الله قد فرغنا من هذا البرنامج بدرسيه في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.